اسعد الله صباحك كل خير. احمد تسمعني اكيد؟ خلي الصوت بس. شغل مايكك يا احمد. سلام. احمد وضح لي الاسباب بشكل مختصر. صباحكم الله بالخير جميعا. بالنور بالنور يا بعد راسي. كيف الحال شلونكم؟ طيب حالك. اسباب تاخير تسليم الفقره. ابى امسي على الدكتور واصبح عليه. وصل مساك وصباحك. احمد اسباب تاخير الفقره. ابى اوصل الدكتور اول شيء. احمد وصل رجاء يا احمد اقول لك وصل وصل للدكتور. عطني اسباب تاخير الفقره. اسباب تاخير الفقره سلمك الله يعني شو اقول لك هو خطا في التنسيق اشوف. وانشغالي انا صراحه في امور التنظيم وايضا الفقرات وكان عندي امس فقره بصمتك. تنسيق من مين يا احمد؟ التنسيق من المنظم احمد سعود. يعني خطا من تنسيقك انت مع الشباب في كلكت. اي نعم. طيب من يتحمل الخطا انت ولا الفريق المجموعه كامله لان فيها نقاط؟ يتحملها احمد. وراح يضحي بحقه اجل المتسابقين؟ فداهم. دكتور كلام جميل يعني هذه شجاعة احمد. طبعا احمد يثبت يوم بعد يوم نضجه صراحه. انا اقول لك الان كيف طريقه انه امتصاصه لغضبك وغضب المنظمين من التاخير اللي صار، فكيف انه بطريقه سهله محترمه لبقه، وهذا اللي كنا ندعو فيه الزملاء الشباب الموجودين في البرنامج انه يتقبل النقد بروح طيبه حتى سواء كان مقتنع اقتناعا كاملا او حتى لم يقتنع الاقتناع الكامل، مجرد انه يعني يعترف بخطأ او حتى يقول انا معترف بالخطا، صدقني هذا الامر بيخفف كثير من يعني غضب المسؤولين عن البرنامج، وهو الان كسب شوف جماهيره كبيره، انا ما ادري طبعا من يصفق له لكن واضح حتى من زملائه يصفقون له انه تحمل المسؤوليه وهذا يدل على ثقة العالية بنفسه. تدري ايش المشكله يا دكتور احمد معي؟ سم تدري ايش المشكله يا احمد؟ انه المسابقه واليتها ما فيها اهداء للنقاط المتسابقين، يمكن احمد ضمن النقاط عاليه فاهمل في الفقره وبذلك تحملونها اخوياه في الفقره. نعم. كيف لا؟ لا قال نعم. احمد نقاطك عاليه انت، جميل؟ الحمد اللهم لا حسد، الحمد لله رب العالمين. احسدك على النقاط؟ بالاخير انا مذيع. طيب احمد نقاطك عاليه. الحمد لله. فانت اهملت في المجموعه بحيث ان زملائك في الاخير يلبسون الملومه وانت الرئيس المفترض انك تخلصها من بدري. لا اخوي زياد يعني اللي صار انه صدق انشغلت، حتى اليوم كان اخر موعد لتسليم الكلاكت او السيناريو كان الساعه 10. الساعة 10 أحمد كان موجود في فقرة اللي هو بالفقرة أخوي ناصر أبو عبد الإله، فيوم خلصنا من الفقرة كان الساعة 11 تقريبا، فيوم طلعنا قال لي خلاص ما أقدر أستلم منك شيء أخوي فايز، فأنا ما أقدر ألومه ولا هو يلومني لأن الخطأ صار من طرفين، هو ما وصلني فكرة الساعة 10 إلا عقب ما دريت الساعة 11. طيب أحمد تدري إيش القرار اللي صار؟ ومن يتحمله أنت؟ ومن يتحمل تبعاته أنت؟ سم فريقك بكرة ما يقدر يستعرض كلكة حقه لأنه خارج المنافسة. احنا قلنا ان شاء الله ان في تفاهم بيصير، يعني بنشوف استاذ سامي الجوعان. هذا القرار اللي جاك بكره ما في كلكت، فارتاحوا لانكم ارتحتوا اسبوعين كامله كملوها بكره. ياسر طيب اول شيء صباح الخير حبيبي احمد معي. سام اخوي ياسر حياك الله. يسعدك. اول شيء شكرا على شجاعتك بتحملك المسؤوليه. الله يسلمك. الخطا حدث وانتهى. صحيح. احنا الان في طور ايجاد حلول لهالموضوع. طيب اللي راكب احنا في طور ايجاد حلول لهالموضوع. اولا ما في حلول ياسر. لا دقيقه خل موضوع الحل هذا يرجع للمتسابقين والاداره، انا ما لي علاقه. الخبر اللي وصل ما في بكره كلكت لفريق احمد سعود. طيب عموما الامل ان شاء الله في الشباب والاداره انهم يتفاهموا. اقول ما في يقول الامل. ما في امل اقطع. انا ما اقول لك انا ما لي علاقه. عطني الاسباب بس خليك من الامل. ما في امل بكره ما كل تبي. عموما خليك من الكلام يقول تفضل. ثانيا حدث خطا مشترك بين الفريق بشكل كامل. سام احمد نفس الخطا اللي حصل في المنظم جالس يحصل في الفريق. تدري وش السبب؟ لو احمد سعود قدر يوزع المهام بشكل مبكر كان ما حصل اللي حصل، يعني يجمع الشباب فلان عليك كذا، فلان عليك كذا، فلان عليك كذا، فلان عليك كذا، انا عليك كذا. والخطا اللي يصدر من فلان يتحمله فلان. يعني الان اللي تحمل خطا احمد سعود وممكن اللي اهمل شخص ثاني احنا ما نعرف منه. لكن لما يتم توزيع المهام بشكل مبكر مثل ما تم توزيع المهام مع النائب في المنظم مثلا على سبيل المثال يكون مهام واضحه، كذلك يكون في الفريق حق كلكت يتم توزيع المهام عشان كل واحد يعرف مهمته وش بالضبط ما يجلس ينتظر. صحيح ولا لا؟ صحيح. انا بس في خاطري كلام ممكن اقول اخوي ياسر بس دقيقه، اهم شيء هذا يتدارك في المستقبل. الان انتهى الموضوع بالنسبه لكلام الاخوان انه انتهى في هالاسبوع، اتمنى خلال الاسبوع البعد القادم تداركون هالموضوع. تفضل احمد. زاد فضلك اخوي زياد. انا اقول ان شاء الله في تجمع الشباب مع بعضهم يمكن ما تدري احنا اللي نمثل هذا البرنامج وقوتنا في يمعتنا مع بعض، فما تدري يمكن الشباب الثانيين ما بيقدمون
يمكن ما بيقدمون بسبب انه ما بترضون لان هذا يمكن يعني تحريض بشكل غير مباشر. هذا التخدير بشكل ذكي يا احمد، لان هذا كلام الشباب كلهم للان اشوف ما شاء الله تجمعوا هني، ويمكن ابو كاتم ينزل قرار انه الشباب اللي مقرر لهم يقدمون وما بيقدموا يخصم عليهم. كلام ابو كاتم اشيله على راسي. لا بس انه احمد 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 على عيني وراسي، تاخير منك وخطا منك، لكن اخوي علي احمد حبيبي، لكن لكن لو قدموا الشباب لهم الاحترام والتقدير ويستاهلوا لانه مبكروا، ولو ما قدموا ممكن يجي قرار اخر من بكاتم ومن الاداره ما تدري. يا علي حبيبي. هلا ابوي علي حبيبي، صوتك واصل اسمع معك معك. طيب اول نقطه، انا ايش ذنبي انحرم او تروح علي الفقره وتروح علي النقاط بسبه سبب انا ما لي علاقه فيه؟ رئيسك احمد يا شهراني. رئيسك احمد. رئيسنا احمد اكبر غلط اللي حط الرئيس احمد ويدري ان احمد منظم، غير كذا المفروض الرئيس احنا اللي نحدده يا الفريق. طيب المجموعه كامله هي اللي تحدد الرئيس، مو انتم اللي تحددون الرئيس لنا. طيب شهراني عندك اسبوعين توك تناقش الان بعد ما راحت الفقره؟ لا ما لي دخل بعد ما راحت. الغلط الغلط من الاعداد اللي جابوا اللي حددوا ان احمد هو الرئيس، الغلط منهم. اسبوعين هذه كلها المنظم فيها احمد، يعني الغلط واضح. اسالك سؤال، تفضل. ليش احمد ما تنازل لحد ثاني منكم انه يكون نائبه في هالفقره او يعدها؟ لان الرئيس جاء ومحدد وقالوا القائد احمد، ما قالوا حددوا يا المجموعه. لو حددنا احنا شهراني شهراني هذا الجروب انتم حطينا رئيس عليكم كاداره، حطوا رئيس عليكم جميل. حلو. بامكان الرئيس يولي مناصبه الشخص الثاني، انه كلكت عندك نعدها ونقدمها. طيب ما صار شيء يا زياد. إذا الخطأ من أحمد مو من الإدارة. لا مو منه. لا الخطأ من أحمد. إذا الإدارة قالت إداريا أحمد يقودك إداريا في تنسيق الفريق، إذا أحمد ما سلم أو ما أنتم اجتمعتم مع بعض، الخطأ منكم أنتم أو يعود للرئيس. طيب مو مستمع. والرئيس قبل شيء قبل شوي قبل خمس دقائق حبيبي. الحين الغلط الغلط صار تمام. الغلط صار وأحمد ما قرر إنه واحد منا يستلم هالشيء. ايش ذنبنا الحين احنا تروح علينا النقاط ولا تروح علينا الفقره؟ اذا تحملوا تحمل احمد. تحملوا كامل على خطا فرد هذه مصيبه. يتحاسب عليه احمد، ما تحاسب عليه هلا محمد. انتم تشتغلون في البرنامج هذا نظام جروبات، التعاون بينكم هو اللي يؤدي لنجاحكم. شجاعه مني اقريت بخطئي ان تاخرنا في تسليم السيناريو، لكن كشجاعه منكم انتم كاداره المفروض تقرون يوم قررتوا الساعه 10 ان تسلم، ما درينا الا فيها الساعه 11. قلتوا احنا المفروض الساعه 11، الساعة 10 كان عندنا فقرة رسمية تبينا نطلع منها ونسلمكم السيناريو. ما مو أحمد مو أحمد دقيقة علي 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 دقيقة. أنتم كإدارة عندك أيضا يجب أحمد أن تكون أحمد لديكم أحمد اسمعني أحمد عندك أسبوعين كاملة وأيام كاملة قاعد تناقش فيها، الحين ناشب على ساعة واحدة. ليش ما بلغونا قبلها؟ الساعة قد تقوم. عندك أسبوعين كاملة كان من حقك تسلم الأوراق. سكر لي مايك أحمد عشان يسمع الكلام بعدين يناقش. أحمد كان عندك أسبوعين كاملة بإمكانك تناقش فيها، الحين واقف على الساعة ياسر. أول شيء خلونا نسمع شباب، خلونا بس نتكلم عشان الجمهور يسمع. بس أولا كلامك أحمد لما تقول أنه الشباب ممكن يعترضون، ترى البرنامج مش لكم أنتم لحالكم، البرنامج للجمهور الكريم اللي قاعد يتابع. مسألة الجمهور يجلس يتابع ناس مثلا مضربين أو ما يبغون يقدمون، الناس تبغى تستمتع مثل ما غيركم يبغى يستمتع، مثل ما انتم تبغون تستمتعون. هذا رقم واحد. رقم اثنين، لما عبد الله الشهراني يقول الخطأ من الاعداد واحنا ما لنا شغل واحنا دائما مظلومين. أيوة. حبيبي انتم عندكم اسبوعين، الشيء ما بياخذ بالصوت. عندكم اسبوع دقيقه بس اكمل كلام اكمل كلامي كامل اكمل كلامي كامل. شباب نسمع ياسر. اكمل كلامي. انتم يا شباب قدامكم اسبوعين كامله، بعدين تقول هم حطوا قائد. انتم مش آلات. يقدر واحد منكم يقول شباب ترى عندنا بكره كلكت، شباب عندنا بعد يومين كلكت، ايش صار يا احمد سعود؟ ايش صار محمد؟ نسمع ترى تقدرون تجون، يعني بهالبساطه تقدرون تجون. انتم مش آلات مشغلينكم على حاجات معينه تروحون تسوونها. خلاص حطوا هو قائد، ما نقدر نسوي شيء نحط السلطون على فمنا. غلط محمد اسلم. حلو، انا بقول لك اول شيء بالنسبه لتحديد القائد، مو كل كلكت يكون القائد نفسه. يعني احنا محترمين القائد اللي يجي على كل مجموعه. المجموعه الاولى او المره الاولى الكلاكت كنت انا الرئيس وكنت انا القائد وانا اللي قدت المجموعه كامله، فكل مره هم يعطون واحد فرصه. مو من حقي اني اروح اعترض واقول احمد ليش تعطونا فرصه. محمد اكمل. انت واحمد سعود بينكم مشكله في السيناريو ولا لا؟ بيننا مشكله انا واحمد سعود؟ لا ما بيننا مشكله في السيناريو. في السيناريو ما بيننا مشكله. بلغت ان الساعه 10 تسليم يا محمد ولا لا؟ ما ادري. ما انا ما بلغت. محمد مش احمد، محمد. ان الساعه 10 التسليم؟ اي نعم. ما بلغت. ما بلغت نهائيا. والله العظيم ما عندي خبر ان التسليم، انه ما حد قال جيب لي الورقه او سلم لي النص. الاول متى سلمت يا شهراني؟ الا امس. فايز قال لي جيب لي النص بكره، اما في نفس الوقت
شو رايك كلكت متى سلمتوا الكلكت الماضي؟ متى الكلكت الماضي؟ ايه ما اذكر. طيب انا بس عندي حل الموضوع ان شاء الله. اخر نقطه بس اوضحها لك. تفضل. اول شيء في الفتره الماضيه كان كلكت مدتها اسبوع وطالبوا وصار اسبوعين لاجلكم انتم. تجون الان تقولون الاعداد غلطان لانه حط قائد على سبب ما يعني مبرر ضعيف جدا. ما احترم شيء. كيف مبرر؟ ليش؟ دقيقه بس اكمل كلامي. تقول لي القائد غيروا القائد عشان القائد. طيب عندك اسبوعين انتم طلبتوا انه يتمدد اسبوع كامل. طيب صار اسبوع كامل لاجلكم انتم، تيجي الحين تحط عذر عشان القائد ما القائد. يا اخي اي واحد يقدر يكتب سيناريو من ضمن الفريق ويقدمه للقائد. في وقت في وقتك. كيف ما في وقت؟ محمد شهراني محمد. الشيء الثاني والاخير مساله ما بلغت ولغت قبلها. المفروض عندك اسبوعين يا اخي تقدر تسلم السيناريو قبلها بيوم عشان ما تنحرج. يعني لازم تنحط بهالموقف عشان تعترض؟ لا لا انا مو لازم انحط بهالموقف عشان اعترض. بعدين يقول لي ساعه تغير دول وتسقط دول، اسبوعين تسقط الكره الارضيه. طيب كلها. يا حبيبي انا عندي قائد، انا عندي قائد، كيف انفذ اوامر بدون القائد حقي؟ لا اقنعني. اقنعك حبيبي لما تجي عندك. دقيقه اسمع علي ياسر نسمع علي. لما تجي تقترح السيناريو للرئيس، لما تجي الشخص الثاني في الفريق، لما تجي تقول يلا ناخذ بروفات، لما تجي الشخص الثالث لا بعدل على السيناريو، الرئيس مشغول تعالي الرئيس نجتمع شوي. ثلاثة غير الرئيس. يعني كلكم آلات مع الرئيس، إذا الرئيس نايم خلاص نروح ننام مع بعض. كيف أسوي بروفات والنص ما خلص يا علي؟ طيب اكتب النص، حرك مع النص، جمع أصحابك، جمع أخوياك يا شباب، تجمعوا خلونا نسوي النص، نخلص النص، ننجز النص، ورانا بروفات عندنا أسبوعين. محمد في خلاف على السيناريو بينك وبين أحمد سعود وظهر على الهواء وشافوه المشاهدين. أيوه؟ وأنت تنكر الآن تقول ما في أي خلاف. هذه نقطة. أنا ما هو بخلاف، أنا ما يسمى خلاف، هذا نقاش عادي عن فكرة. يعني اختلفتوا والدليل الى الان ما سلم شيء. الله يعوض عليكم في النقاط ان شاء الله. شرفتوني بالكوفي شروم. عندنا التقرير الاول جاهز، نروح نشوفه وراجعين لكم ان شاء الله. طيب اعطوني الشباب الكوفي شروم لان الموضوع جدا مهم. اخوي زياد اذا تسمح لي اسمعك يا احمد، بس اكمل نقطتي للنهايه لان والله افكاري ما تمشي لما اذا حق قاطع. كم تحتاج وقت؟ نص دقيقه. تفضل. أحمد سعود خلص من فقرة السيناريو صلاة العشاء. جميل. وقال بيسلمها، تعالوا يا هوب طب تعالوا فقرة بصمتك مع وليد. ثم بعدها على طول فقرة الضيوف اليوم ساعتين بالضبط. لم تبلغنا الإدارة بأن تسليمها الساعة 10. والله العظيم ما في أحد يعرف أن الساعة 10. وصلت إلى فايز قلت له هاك هذه السيناريو. قال أنا ما أخذ منك. ليش ما تأخذ مني؟ قال أنا خبرناكم، أنت ما خبرتنا. فمثل انا ما تشجعت وقلت لكم ان انا خلصت في الوقت الفلاني، تعال استلم اليوم. قال لا ما تاخذ، السيناريو جاهز، ما كان في شيء. اين الغلط في الموضوع الحين؟ احنا ما نتكلم عن غلط الساعه الواحده، لا، تكلم عن ليش يقول لي خبرتكم وما خبرنا، وكنا في فقره رسميه ما خلصت الا الساعه 11. احمد سعود احمد سعود تعرفون فايز مدخلي اكيد. نعم. جاء عند محمد الشهراني وبلغ بالحرف الواحد الساعه 10 نهايه تسليم السيناريو. انكر محمد اقرب هالشيء كيفه، بس هذا اللي حصل من الإدارة، والإدارة أصلا ما عندها أي شيء عشان تتبلاكم في الموضوع هذا. برنامج منافسة بينكم. لو سمحت مساكم الله بالخير. أول شيء بالنور. أنا والله ما أحب أجي هنا وأدخل بالنقاشات هذه، لكن النقطة العتب الوحيد بس أحمد سعود الله يبيض وجهه ما قصر تحمل المشكلة، لكن نقطة الأساسية حرمان المشاركة هذا أحسه أمر ظالم. لأننا حنا نبغى نشارك، لو ناخذ المركز الثالث نطلع بمية 200 نقطة أزيد من نطلع بصفر. حنا ورانا براين بعد يومين، بغض النظر عن كل هذه الإشكالات، لكن قرار أننا نستبعد من المشاركة ويكون صفر ويتحملها أحمد سعود، موقف أحمد سعود أن يقول أتحملها، هذا ما يرضي الجروب كله. أحمد سعود بيض الله وجهه وجزاه الله خير، لكن الجروب مستاء من أننا ما نشارك. المشاركة بحد ذاتها ظلم للجميع، بحيث حنا اعتمدنا على أشخاص منشغلين ما كانوا منشغلين، خلافات ما هي خلافات، هذا مو الموضوع. الموضوع الرئيسي فقط فقرات استبعاد من المشاركة، أتمنى إعادة النظر فيه. طيب أحمد سعود سؤال سام، هل فوضت محمد الشهراني في السيناريو إنه يسلمه؟ فوضت في بادئ الأمر ثم غيرنا من أمس اللي هو المهلة اللي أعطانيها زياد اليوم. هذا نقاش بيني وبين محمد الشهراني. قابلت فايز مدخلي بعصات العشاء ولا لا اليوم؟ إيه قابلته بعد العشاء. جميل. ياسر طيب اول شيء خليه يكمل. لا اصبر خليني اكمل. ليش خليه يكمل؟ طيب اسمع ياسر خليه يكمل. ليش كمل؟ طيب اول شيء انا ارجع واقول انا مع الشباب في مساله اعاده النظر في مساله النقاط. لو ياخذون المركز الثالث نفس الشيء، انا نفس الشيء مؤيد انهم يرضون. طيب لسببين اكمل بس اكمل لسببين. السبب الاول احقيه اول شيء احقيه الجمهور انه يتابع الفرق ككل.
جميل. السبب الثاني انه ما في اشوف احد من الفرق الثانيه معترض على موضوع مشاركه الفريق الثالث. يعني انا ما اشوف انه في احد من الشباب كلهم المتسابقين معترض على مساله الفريق الثالث. ثالثا انا اعتبره بالنسبه لي الاهم، انا ما انكر ان الشباب غلطانين، غلطانين جدا انه ما سلموا في الوقت، بلغوا ما بلغوا هذا عد الامر ما انا مالي شغل فيه، لكن بما انها اول مره، اول مره وما في اختلاف عند الشباب كلهم ما عندهم مشكله بمشاركه الفريق الثالث، يرجعوا لمساله الاداره بكلام معين بتوجيه معين، ممكن يصير عليهم خصم نقاط معين في حال حصلتوا على المركز الثالث، حصلتوا على المركز الثاني، حصلتوا على المركز الاول يخصم منكم مثلا. بعدين في المستقبل في حال تاخير النص يلغى، او مثلا يصير في مكافاه اللي سلم النص في وقت مبكر الى اخره، هذه امور عاد في المستقبليه. لكن اتمنى من وجهه نظري انه الشباب يشاركون لو على الاقل ياخذوا المركز الثالث. قلبك حنين الله يعطيك. لا انا بس انا اقول اذا كان ما في اعتراض من الفرق الثاني. بس احمد سعود سؤال احمد، ايش النقطه الاخيره؟ انتهيت من السيناريو العشاء صح؟ سم انتهيت من السيناريو العشاء؟ انهيت من العشاء نعم. محمد شهراني قابل الفايز، ما تخلي بعد صلاه العشاء، ليش ما سلم السيناريو؟ خلني بقول انا فاهم، انا عندي نقطه بس خلني افهم. اول شيء انا قابلت فايز مدخلي، قابلت فايز المدخلي اليوم، انا عرضت عليه فكره ما تكلمنا في النص نهائيا، انا عرضت عليه فكره من عندي ممكن انها تكون ممنوعه، وقال لي الفكره اللي انت تبغى تسويها او ناوي انك تكتبها هذه ممنوعه، ما تكلمنا لا عن تسليم النص ولا غيره. ثاني يعني شيء فكره جديده اللي عرضتها عليه ثاني شيء بس ما تخص. ثاني شيء اصبر اصبر، ثاني شيء ما هو من حقك يا زياد تكذبني وتقول اني انكرت كلام فايز. انا كذبتك؟ اي انت ما كذبتك، انا اخذت رايك بالنهايه. انا ما بخاف من شيء يا زياد، انا ما اخاف لا من نقاط ولا من غيره، بتكلم عادي. محمد ليش منضغط الحين انت؟ نقاط رايحه علي وتقول ليش منضغط؟ طيب لا قلبتها اني كذبتك، انا ما كذبتك نهائيا، قلت سواء اقر محمد او انكر، الرجال قابل فايز مدخلي وهذا الكلام اللي اقرت عليه انت الان. انا قابلته بس ما تكلمنا عن النص او تسليم النص. انت تناقشه في فكره جديده بعد صلاه العشاء. ايوه ما لها دخل، ما لها دخل في الموضوع كامل. انا تكلمت فكرة عن فكره ايش اللي تناقشه فيها؟ ممكن اقول شيء اخير بس لمحمد؟ لو الفكره مو غلط، لو الفكره حبيبي زياد، لو الفكره فضل. لو الفكره مو غلط ومو سياسيه بين قوسين، مو سياسيه. انفعالك هذا ما يحتاج انك تتحول الامور هذه وتكبرها يا محمد. يا زياد انا مو قاعد اكبر، انا قاعد اتكلم عن شيء بيضرني انا. ما لها دخل، قاعد ما لها دخل. اسبوعين كامله ارجع واقول اسبوعين كامله جيتوا تفارضون على ساعه واحده، دكتور تعليقك على التناقض اللي قاعدين نسمعه. والله شوف يعني هذه احد الفروقات بين الشباب، يعني بعضهم مثل بعض بدون ذكر يعني اسماء، بعضهم يعترف بالخطا ويقول انا ويبغى فرصه، مثل حتى ذكرها واحد من الاخوان قال انا اعطوني فرصه بس عشان على الاقل نحصل لو كم نقطه ولنخسر. فكنت قبل نقاشك مع الاخير كنت اقول يعني اتمنى انه من اجل تعزيز سلوك الاعتراف بالخطا انه يعطون فرصه، لكن اعتقد الان الاعتراض الاخير انا اعتقد انه يؤخذ الامر، هم الاداره قررت وانتهى الموضوع، يجب انهم يعني ياخذون امور يعني بهدوء وبتروي. وزي ما بدابها الاخ احمد رئيس الفريق انه بدابها انا غلطان وانا اتحمل الغلط وانا غلطي انا اعترف فيه، وايضا وليد اللي ذكر هذا الامر انه، لكن اعتقد انه لو يعطوا فرصه للمشاركه يمكن يكون يعني تعزيز السلوك الاعتراف بالخطا، وليس يعني الان زي ما يمارس انه يعني ما يسمى احنا نسميه الاسقاط، يسقط مشكلته على الاخرين، هذا الفلان وهذا فلان هو اللي سوى وهذا اللي. فاعتقد انه يعني هم اخطاوا واعتقد انهم لابد يعني ياخذوا يعني خلينا نقول جزء من عقوبه، لكنه اعتقد اعطاهم فرصه لاضفاء روح المنافسه اكبر بالبرنامج. طيب نسمع منصور وجيك علي، منصور تفضل. الله يزيد طولك وفضل الحاضرين يا رب حبيبي. انا ما السالفه انه في تقصير، وجزاه الله خير احمد يوم تحمل الخطا، وهذه شجاعه من اللهم امين. ما احتاج اقول الكلام هذا، احنا جايين هنا بناء على عقد يا فايز، اذا سويت كذا يصير كذا، اذا ما سويت كذا ما يصير كذا. هل جانا فايز وقال اذا ما سلمتوه كذا كذا فانتم خارج منافسه عشان تفاجئنا بالقرار قبل شويه؟ هل فايز زعل علينا وقال ممنوع منافسه؟ باي حق يقول الكلام هذا؟ باي حق يقول انتم خارج منافسه؟ مفروض انه موضح لي من اول يوم طلب مني فيه سيناريو، اذا تاخرت ينبني عليه كذا، اذا ما سلمت ينبني عليه كذا، اذا كذا يصير كذا. اما انه زعلوا علينا قالوا تدرون ايش القرار. منصور عندكم ورقه معلقه مكتوب اخر تسليمه من الاحد، اي او لا يا اخي العزيز؟ اي او لا منصور، انا ما اتكلم عن اخر موعد. اي او لا
انا ما اتكلم عن الموعد. خل انا اسالك الان سؤال محدد باجابتين اي او لا. يا اخي العزيز اخي العزيز انت يا بعد راسي هل عندك ورقه معلق عليها التسليم الاخير يوم الاحد ولا لا؟ مكتوب بس على الاتفاقيه الاولى مكتوب. الاتفاقيه الثانيه حقت اسبوعين مو مكتوب. خلينا ناخذ الامور بظاهرها. اذا ما سلمت يوم الاحد ايش معنى يعني الغيت المنافسه؟ هذه الاتفاقيه لو انا جيتك في شيء معين وقلت لك مثلا منافسه او مسابقه معينه خارج البرنامج اخر تقديم عليها يوم الاحد جاني فلان يوم الاثنين هل موقع النت بيقبله؟ هل الاداره بتقبله؟ لا نهائيا. الموضوع كان موضح لكم. احنا اتفقنا على شيء ثاني يا زياد. اتفاقيه يوم كان الكلاكيت كل اسبوع كنا متفقين على ان التسليم يوم الاحد. الحين اتفقنا ان الكلاكيت يكون كل اسبوعين. ما حددنا اي شيء ولا الأحد الثاني هي واضحة بالأسابيع. محمد ما ندور أعذار علي مو قاعد أدور أعذار بس هو نظاماً كنظام مسابقة. أحمد جيب الورقة اللي معلقة على الجدار خلينا نشوفها مع المشاهدين واللي حاطين الشباب إنه خلاص إذا ما سلمت يطبق عليه قرار. ولما تحمل أحمد سعود المسؤولية على كلامه وأنا فريقه تبرأ منه هذا أول شيء هذا واضح. فلما تبرم منه قام يسقطوا على الاعداد. ما ادري اتوقع حتى لو جيت عند احمد جيب الورقه يا احمد علي دقيقه يا احمد يا احمد جيب الورقه خلينا نشوفها يا حبيبي يا حبيبي كمل يا حبيبي دقيقه احمد تحمل المسؤوليه اسمع ولا تحملها الان احمد نسمع علي رجاء لا ما احتاج اقفل مايكك نسمع علي زياد نسمع علي تفضل علي اخلص كلامي ترد علي يا احمد اخلص كلامي ترد علي اسمح لي لما ما لما الان تسقط على الاداره وتسقط على الاعداد انه هو ما سلم هو غلطان انه حط نفس المنظم هو نفس رئيس الفريق و ما اتوقع في نقاش مع اداره بينفع انك ترجع في المنافسه وحتى لو مرات في المنافسه بسبب هالاسقاطات اتوقع انك ما تدخل فيها. طيب يا شباب هل منكم من متبرع يروح يجيب الورقه ونكمل النقاش؟ زياد خلينا نرد على علي ممكن؟ في سبع رجال او ثمانيه امام يبغى الورقه عشان نشوفها مع المشاهدين. موجوده اسلم يا احمد ورد عليه. اولا انا قلت لك اياها وتحمل مسؤوليتها كامله. طيب ما يخصم شيء على انا مو بيد الخصم او لا يا احمد علي الجمال علي كله ما بيد الخصم او لا ما قاطعتك لا تقاطعني ارجوك. طيب اسلم يا احمد تفضل برد علي. محاور فضل. الكلام اهداف رسميه عندي ما احب احد يقاطعني. انطلق مثل ما قاطعتك لا تقاطعني. طيب علي انا تحمل قدام الشباب اذا طيب تمام غلط علي لا تقاطعني ارجوك لا تقاطعني يا علي. طيب جيب الورقه يلا اسلم خلنا كمل نقطتي ارجوك أبشر. انا ما احب احد يقاطعني. انطلق النقطه اللي بقولها انا متحمل الحين اذا بيخصم على منصور 30 حطوها على احمد يخصم على احمد 30 حطوها على احمد جميل كل الخصومات حطوها علي. طيب انا ما قلت يخصم على الشباب كلهم قلت يخصم نقاطهم كلهم تخصم علي انا اتحمل المسؤوليه. خلصت يا احمد بس اي تمام علي الى الان علي علي خليك معي. هل في نظام فزعات في البرنامج؟ شوف 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 هو نظام فزعات بقول لك انت ما تعرف فريقي انا عايش مع فريق انت مو عايش معاهم. طيب اوكي الله ييسر لك ان شاء الله ابيض وجه حبيبي حبيبي النظام البرنامج هو نظام فزعات تمام بيوصل ما دخل نظام فزعات يا علي. طيب خلاص اوكي طيب شهراني حبيبي اتحت لك واحد منكم فرصه تكلم خلونا نتكلم. طيب تفضل. طيب النظام البرنامج هو نظام فزعات. اول شيء الجمال كامل لما جاء احمد سعود وقال انا اتحمل المسؤوليه كذا مره تمام. لما جاء فريقك هو اللي تبرأ منك. الشهراني قبل شيء يقول هو الغلطان ما دخل هو الرئيس احنا تحت الرئيس احنا ما الرئيس يروح ينام احنا ننام الرئيس اللي يتكلم حلو قبل شوي تتكلم يا شهراني انا قلت احنا تحت القائد لا ما اختلفت ما تحت القائد القائد يا قلبي الله يسعد لي اهلك كلهم القائد تنظيميا تنظيريا انت لو جيت كتبت النص تطوعا أيوة. ورحت مع صديقك اللي في الفريق حلو. وعدلته بالنص حلو. وجيت عند الرئيس تعال نسوي بروفات اخذت سحبت طيب. الرئيس حلو. ما راح يخصم عليك طيب النظر ما راح يخصم عليك احنا تحت القائد انا قلت احنا تحت القائد بس اذا كان القائد انت معينه ليه منظم يشتغل بالتنظيم ولا يشتغل بالنص يا علي طيب. محمد هل كان عندك الامكانيه تروح للاداره تقول قلبي. القائد ما سوى لنا شيء الى الان في كلاكت او انت برضو محجوب من الشيء ذا؟ ما اقدر انا قلت لك مو من حقي اعترض ليه ما تقدر هم يعطونا فرصه ليش طيب اوكي دقيقه لو سمحت قائدي ما ادى واهمال قائد الى ربما يترتب عليه تضحيه بالنقاط هذا اللي حصل معك الان لانه كل واحد منا مفروض له فرصه يكون قائد المجموعه انت بامكانك يا محمد تروح للاداره تقول قائدي مهمل في احتمال انه النقاط تضيع علينا ما تقعد ساكت الينا الاداره ما قالت انه تلغي الاداره ما قالت انه تسمح لي اذا تسمح لي انظم هني انظم القريه من افضل ما يكون طيب دقيقه احمد والله عن تنظيم القريه نهائيا ما حد يلومني في شغلي انا طيب لو سمحت ما حد سالك احمد عن تنظيم القريه بقول نقطتين ابدا لا بقول نقطتين بقول نقطتين في وجهي ان انا مهمل طيب احمد سعود لا تاخذ مهمل في فقره كلكت انا ما سالتك عن تنظيم القريه نهائيا انت من المبدعين حتى لدرجه يمكن يتم ترشيحك في مناصب عليا طيب اول شيء شباب ممكن اتكلم
ياسر معك النقاش تجاهل يا اخي. ما احب تقاطع الصوت انا بس عشان توصل لهم الصوره، الصوت واضح للجمهور. اولا يا شباب الان احنا في وقت، مو مساله فلان غلطان ولا فلان غلطان ولا الاعداد غلطان ولا انا الصافي انا القوي، مو بوقته الان. صار في قرار، روحوا راجعوا القرار مع الاداره وتناقشوا فيه وحاولوا انكم تصلحون خطاكم. الخطا موجود، لا حد ينكر الخطا حصل في تاخير وحصل. ليش ما تقول انا اخطات بروح اراجع الموضوع مع الاداره ونبغى الموضوع انه يتراجع من جديد. ثانيا نصيحه لمحمد الشهراني، نصيحه وهذه خاصه فيك انت، نصيحه لك، لا تحاول تنسى اشياء انت قلتها سابقا وتطلع بعدين في المستقبل تقول كلام وتطلع متناقض عند الناس. نصيحه بس تجي تقول دقيقه بس اخلص كلامي، ترى ما نسمعك المايك مقفل، اخلص كلامي اخلص كلامي. نيجي تجي تقول المنظم فيه وما فيه وما فيه والمنظم وتتكلم عليه وتتهاوش انت وياه ويصير نقاش انت وغيرك اي واحد ايا يكن، ولما يجي الشيء لمصلحتك ويكون هو مسؤول عن فريقك مثل المنظم بالضبط، ايوه تجي تقول لا انا لازم اسمع كلام المنظم القائد للفريق وهو المسؤول عني وهو اللي قائد لي وهو اللي المفروض ارجع له بكل شيء. ايش الفرق هنا وايش الفرق هنا؟ ما لها دخل يا ياسر. كيف ما لها دخل؟ ما انا متى عصيت المنظم؟ انت تكلمت في المنظم انت ما عصيته، بس في كل مجلس لا تعليق شباب من بعض الشباب يتكلم المنظم ليش يسوي كذا، المنظم ليش دقيقه، المنظم ليش يعدل كذا، المنظم نظم. وهنا الان لا انا ما دخلت تحت الرئيس. لا تعليق. حلو. انت قلت الشباب ابغاك تتكلم عني، لا تتكلم عن الشباب حبيبي، سواء كائنا من كان الف ولا باء ولا جيم، اي مكان الورقه على الهواء الان اعطونا الورقه. انا مالي دخل شباب، واحد يجيب الورقه ايش فيكم عليها؟ يبها يا عبد الله يبها، جيبوها تكفون خلوها برضو تدخل معنا في النقاش. لحظه زياده يمكن نسمع منها وجهه نظر صحيحه. انا ما تكلمت يا حبيبي، عطني سوي، خلي المخرج يسوي زوم ما عليه. ابشر يا مخرجنا احمد سعود، مخرج عطنا زوم على الورقه ولا خلهم يقرون اللي فيها. متى نهايه يوم التسليم؟ اتوقع ما يلحق الزوم الساعه. اسمع هذه قبل تغيير الافرقه كلنا مع بعض، جميل كلمتنا مع بعض، احنا متفقين نكون مع بعض. الساعه كم؟ تسليم السيناريو يوم الاحد الساعه 12:00، لم تحدد اما صباحا او مساء، هاي نقطه عليكم. لا هذا يا اخوي موعد يوم المستشفى صباح ولا مساء. احمد طلبات. احمد شاب، كيف لم تحدد صباح ولا مساء؟ اصلا الاداره ما تتواصل الساعه 12 عشان تسلمها صباح. لا اعذار في الساعات زياد. احمد بعزمك على عشاء، بقول لك انا باي لك الساعه 12، بقول لك صبح ولا مساء. اي عشاء صباح؟ في عشاء صباح؟ احمد عشاء صباح احمد انا ما في شيء، انت ما حددت زياد. منصور اسلم، زي ما نروح ايوه احنا ما قلنا، ترى ما قلنا احنا معها مخطئين تمام، لكن احنا نبغى ايش؟ في تبرير على خطا يا أيوه. منصور تسمح لي بسؤال؟ تسمح لي بسؤال واعطيك الوقت؟ يلا بس منصور سؤال واحد. تفضل منصور. تفضل. عندك قائد مهمل، جميل. لا تقول عني مهمل يا زياد، لا تقول مهمل. اكلم منصور ما اكلمك انت يا احمد. انت تقول لي انا مهمل، انا مو مهمل، انا ما ارضى في الكلمه لي. منصور عندك في المدرسه عريف فصل مهمل يمكن تدرس، طيب هل بإمكانك تروح تشتكي على الإدارة ولا تقعد ساكت؟ نشتكي. اسلم كمل قل لي اللي عندك. اسمع يا زياد، اسلم زي ما نروح ونقول فين المعد فلاني، ما بقول فايز مدخلي، المعد فلاني فين هو؟ قالوا ما هو موجود اليوم ما داوم، زي ما سووها كمان احنا رعونا في يوم وكذا. انا اللي افهمه من الكلام هذا السيناريو موجود وعيال ياخذ فايز ما يبغانا نمثل ولا يبغانا نشارك. فايز مدخلي موجود في المنتجع اكثر من النخل اللي تشوفونه قدامكم. ما في مشكله، ان شاء الله يكون نخله كمان ما لنا دخل. احنا نقول جينا نجي يوم ما نلقاه، يجي كمان اليوم احنا ما يلقانا، واعطيناه ذيك اليوم السيناريو اللي اعطيناه سيعي منه، معناته انه ما يبغانا في الاصل. اتماشى يعني. اتماشى معكم بعقلياتكم، ليش فايز ما يبغاكم تمثلون؟ لانه هو خايف من نطلع الفريق الافضل. لا هذه منافسه اطفال احمد سعود. اولايز دقيقه دقيقه مواهب افكار يا احمد. دقيقه يا شباب منصور، الله يسعدني ودك. الله يسعدك منصور، خلنا نتكلم. انت كنت زياد على تواضعك ومراعاه عقلياتنا. انا اقل منكم عقليه يا منصور. منصور حبيبي، منصور شباب فزت انت بالمركز الاول وفاز فلان بالمركز الثاني، بيزيد في ميزان فايز شيء ولا بينقص شيء؟ تستعني اساله. لا ما بسال، انت تقول انه بيضر انا اذا اخذت يا شباب زوء. والله ما بيزيد شيء ولا بيزيد شيء. انت تسولف لي الحين على قد عقليتي ولا على قد عقليتي يا منصور؟ منصور منصور انا كلمني على الغاب من زياد منصور. احمد سعود اخي، اذا انتم راضين تجيبونا هنا تسولفونا ونحن قد عقلياتكم، فاسمعونا اذا ما انتم راضين. منصور لا تقبلونا في البرنامج. منصور شوف هذا دليل على الضعف اللي عندكم، متمسكين بشيء واحد، رجعتوا على العقليات. منصور عندكم اسبوعين ليه ضعف؟ عندكم انت تقول في فريقين ما سلم، ما طلعوا فريق، ما سمينا عقليتك مبروك. منصور عندكم اسبوعين كامله ما سلمتوا فيها، اسبوعين زياد
تناقش على ساعة وتقول فايز مدخلي ما يرضى لي بالمنافسة فايز ما يبغانا ممثل ليش ترمي بلاك من ليش يعي لا ياخذ السيناريو بيده ليش يعي لأنكم تأخرتوا بالتسليم بكل بساطة ياسر النقطة الأخيرة شباب 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 الله يرحم لي والديكم خلوا الناس تسمع خلوا الناس تسمع أولا أرجع وأقول للمرة الألف هنا مش وقت رمي تهم الموضوع انتهى صار في خطأ من الشباب تأخير أو أي أن يكن لا تجي ترمي التهم على الآخرين خلاص هذا مش وقته هذا نقاش فارغ روح تناقش مع المعد مع الإدارة مع أي أن يكن وشوف المبررات وشوف الأخطاء وحاولوا تقنعونهم من تنفذون مسرحياتكم بكرة هالشيء اللي قاعد تقولونه ما يفيد تتعلقون على أشياء غريبة جدا يعني مسألة عقول أنا أعتذر نيابة عن زياد لو أنه حسيته فيها إهانة أنا آسف زياد آسف أي واحد آسف أنت الآن عندكم شيء أهم عليه نقاط عليه برايم روحوا تناقشوا فيه حاولوا تعدلون الخطأ تجي تقول لي والله فلان غلطان ولا أنا غلطان ولا لا هذا غلطان ولا أنا أتحمل المسألة مش كذا المسألة أكبر من كذا 30 دقيقة يا شباب 30 دقيقة يا شباب تجمع دقيقة يا شباب 30 دقيقة التجمع هذا كان ممكن ما ودنا يصير لو واحد طيب. جاء والبقية كلها توجهت دقيقة يا شباب والبقية توجهت الإدارة طيب لو سمحتوا الموضوع حبي خلوا الوضع طيب. حبي وإخوة بوضح نقطة طيب خلي اسمع محمد آخر تعليق آخذه منكم محمد اسمعني بقول لك حاجة أول شيء أول جزء من الكلاكيت الأسبوع الأول من الكلاكيت تأخروا عنا في الملابس ما جابوها لنا إلا بنفس اليوم جميل. وقبل العرض رميتوها بنفس الشيء ورضينا ما قلنا ما راح نعرض قبل العرض بساعتين ما قلنا ما راح نعرض عشان تتأخرتوا بالملابس حبيبي حبيبي الملابس خليه يكمل بديك علي الملابس ما كانت بالمقاسات وكان في أشياء كثير توقف معانا ونقول إنه ما راح نعرض وعرضنا عشان فايز يجي الحين عشان تأخرنا قبل العرض بيوم كامل 24 ساعة يقول لي ما راح أقبل منك النص من الغلطان أنا ولا هو حبيبي تتكلم عن الملابس والأشياء تتكلم عن فريق إنتاج كامل يطلع إلى الرياض ويوفر لك من الرياض كاملة ملابس اللي تبغاها طيب والأحجام اللي تبغاها وا 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 عشان جاب لك إكس لارج ومقاسك سمول لا لا زعلان طيب جابها لي في وقت متأخر طيب هي ملابس علي يعني علي دقيقة هي ملابس إذا أنت متقمص الدور بمجرد ما تجيب ملابس سلم الطلبات متأخر تتأخر الجلد يا حبيبي من حد من حد لا لا مو من حد من حزعل لا من حد من حزعل إنتاج يوفر لك متى ما بقى لو قبل المسرحية بساعة حبيبي إذا ما هي انتهى هو بالنهاية نص ليش ما يقبله محمد أنت يمعتون أنا بختم هالكلام هذا انت ما شاء الله يعني ما دورت فقرات الا كل يوم جايبيني في فقره كل يوم احمد سعود لازم موجود لانك مشهور انا اللي بكلم البختم فيها انت جبتونا كمتسابقين لكن والله احنا كلنا اخوان هني اقسم بالله بنتجمع كلنا على كلمه احمد انت قاعد تعلم على حاجه خلنا اكمل معلش كلنا اخوان هني وبنتفق كلنا على كلمه واحده لان الله سبحانه ليد الله مع الجماعه كلنا مع بعض وان شاء الله كلمتنا بتمشي يا رب السلام عليكم الله يقويكم شرفتونا احمد